لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا اللواء طيار دكتور هشام حلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. كل عام وحضرتك بخير سيادة المستشار. يعني الرئيس السيسي أكد أن حرب أكتوبر أبرزت تفوق الإنسان المصري في أصعب اللحظات، كيف يمكن استلهام روح أكتوبر في مواجهة التحديات الراهنة والتي تؤثر على العالم بأسره؟ الحقيقة دي نقطة مهمة، وهو استلهام روح أكتوبر فيما نواجهه الآن من تحديات. أهم حاجة أن في أكتوبر تم التغلب على مشاكل بالغة التعقيد بأسلوب غير تقليدي، ودي النقطة المهمة قوي. أن أنا لما ألاقي مشكلة قدامي أدور دائما وأبحث عن الحلول غير النمطية، والمصريين الحقيقة محترفين في النقطة دي، لأن لما أشوف المواجهة اللي كانت موجودة في بداية المعركة، مانع مائي ضخم وساتر ترابي ضخم وخط بارليف، وحاجة زي الساتر الترابي يتم استخدام مضخات مية ذات مصفات خاصة لفتح الثغرات بدلا من قنبلة ذرية، ده حل غير تقليدي لمشاكل عملياتية بالغة التعقيد. فدي أول نقطة. تاني نقطة إن أنا برضو لما ألاقي تحديات أو تهديدات ما أقلقش، لأن حجم التحديات اللي كان موجود ساعتها كان ضخم جدا، ما أقلقش المصريين، فضلوا روحهم المعنوية عالية وهم مترابطين، ودي نقطة تانية أنا بحب أركز عليها. آخر نقطة إن التحديات لن تنتهي، فلما ألاقي أي تحدي جديد حتى لو أنا مش فاهمه ابحث عن العلم لتفهم، لأن الفهم الصحيح هو القوة الحقيقية. نعم، الرئيس السيسي أكد أيضا سيرة اللواء أن جوهر حرب أكتوبر هو الكفاح من أجل تغيير الواقع. برأيكم ما هي دلالات حرص القيادة السياسية على استكمال معركة التنمية من أجل واقع أفضل؟ كان نقطتين مهمين قوي إحنا بنهشهم دلوقتي والسنوات اللي مضت، إن كان في تحديات والتهديدات الخاصة بالإرهاب ومسار التنمية، وفي دول وقفت التنمية عشان تكافح الإرهاب. مصر ما عملتش كده. كان مسارين مهمين، ممكن حضرتك تفضلت من شوية وقلت تقرير متكامل عن تعمير سيناء والمبالغ اللي دفعت فيها، فده مسار تنموي مهم جدا إضافة لمسار مكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات. المسارين دول الحقيقة السيد الرئيس أكد عليهم، ويمكن في فترات من تاريخ مصر تم إيقاف مشروعات التنمية لصالح المواجهة، لكن في الفترة دي ما حصلش الكلام ده، ودي نقطتين يحسبوا للمصريين.